يا باشمهندس صباح الفل. صباح النور استاذ عزيز. الحمد لله، احنا بنحاول كنا نتواصل بس يمكن كان في مشكله يعني في التليفونات او حاجه، بس يعني منورنا وسعداء جدا. ومره تانية هرجع اقول لحضرتك الخماسي الحديث حاجه اصبحت مشرفه جدا. طبعا. عندنا دلوقتي بجد ابطال الواحد بيتشرف بيهم واعداد كبيره، فانا حابه ابدا من هنا. التغيير ده او التالق ده اكيد وراه برضو مجهود، وراه قصه، وراه رعايه ماديه ومعنويه. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم. طبعا طبعا مفيش مجهود بيضيع حرق ابدا، خلاص اي حد بيبذل مجهود هيلاقي ثمار هذا المجهود، سواء لاعبين، مدربين، اداره، هيكولتي. مشكله فصل الاساسيه الحقيقه في الرياضه مش العقول ولا اللاعبين ولا المدربين. مشكله فصل الاساسيه هي توفير الماليات المطلوبه لعمل الخطه المتكامله زي ما فده الحاجه اللي قدر الاتحاد الخماسي الحديث بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والرياضه الدعم الاساسي ليها، ومع السبونسرز اللي بنذكرهم كلهم الحقيقه خلاص، واللجنه الاولمبيه المصريه ايضا بدعمها لينا. لما كلنا نشتغل مع بعض في تعاون تام لازم النتيجه تبقى نتيجه ايجابيه زي ما حضرتك شايفه كده. ومصر مش اقل من اي دوله في العالم، اكيد بالتالي طبيعي جدا ان احنا لما نوفر امكانيات للاعبين ومدربينا نوصل لمنصات التسويق بمنتهى السهوله. هل في خصوصيه معينه يا استاذ شريف للعيبه المصريين في الخماسي الحديث؟ انت عارف يبقى في رياضات معينه بتلاقي ان في جنسيات بعينها متفوقه ومتالقه في هذه الرياضه، فبالنسبه بقى للخماسي الحديث هل اللاعب المصري ليه خصوصيه او اوجه تفرد عن بقيه لعيبه العالم؟ لا انا مش هقول ليه اوجه تفرد، خلاص احنا لعبتنا معقده شويه، لان لعبتنا حضرتك بتتكون من جري وسباحه ورمايه وسلاح طبعا، فمالهاش جسم موحد خلاص نقول عليه هو ده لاعب الخماسي. يعني ممكن اللعيب القصير شويه مميز في الجري، اللعيب الطويل مميز في السلاح وهكذا. يعني التكوين الجسماني تكوين رياضي متكامل، مش رياضي بتاع لعبه معينه. طبعا عنده الاجيلتي بتاعت كل الالعاب على بعض. طبعا احنا كان عندنا في السابق الكتله الشرقيه روسيا وليتوانيا وبيلاروسيا والدول الشرقيه دي كانت والمجر هم اللي مسيطرين على الخماسي الحديث. انما دلوقتي طبعا الدنيا مفتوحه تماما، الدنيا اتغيرت خالص. يمكن اقوى اربع دول دلوقتي في العالم بلا استثناء هم مصر وانجلترا وكوريا والمجر، هم اقوى اربع دول حاليا لو بنتكلم على النهارده يعني. وطبعا الاوضاع دي بتتغير مع سنه بسنه يعني. اكيد. انما احنا لاعبينا تخطط لهم امكانيات، واحنا قلبنا من التمرينات الجماعيه للتخصصيه جدا، فبنبني برامجنا على اللاعب ببرنامجه بمدرسته او كليته او شغله، بنبني عليها مش العكس، مش هو اللي يتاقلم علينا، احنا اللي بنبني برنامج يتاقلم على امكانياته واحتياجاته هو كلاعب. هي ده عمل فرق وفرق كبيره. كويس جدا. طيب اخر سؤال لحضرتك لو تسمح لنا برضه باشمهندس شريف، ايه البطولات الدوليه القادمه لخماسي هنا الحديث اللي بيستعد ليها لاعبتنا المشاركه من دلوقتي يعني؟ سنة 2023 هي بداية التأهيل لأولمبياد باريس 24. كويس. عندنا هيبقى أربع مراحل كأس عالم، هتبدأ أول مرحلة في أوائل مارس في القاهرة زي ما متعودين احنا في آخر سنين الحقيقة كتير، ثم تتوالى كأس العالم، ثم عندنا نهائي كأس عالم، ثم عندنا تتم ببطولة العالم للكبار وهتقام في كويس. آخر 10 أيام في أغسطس في إنجلترا في مدينة دعم. دول هيحددوا أول دفعة متأهلين. خلاص يعني اول دفعه بتاعتها هتعلو من دول، ثم البطولات القاريه اللي برضه هتقام بعد كاس العالم. كويس. البطوله القاريه الافريقيه لافريقيا، والاول سنه هتبقى افريقيا واوشيانا اللي هي استراليا ونيوزيلاند في المنطقه دي، هتقام بطوله واحده موحده وهتقام في مصر في بدايه سبتمبر. فدول هيبينوا لنا اول مجموعه متاهلين، احنا بنتاهل بيها 36 لاعب ولاعيبه بحد اقصى اثنين لكل دوله، اثنين ولاد واثنين بنات. فبالتالي اول نص المتاهلين هيتاهلوا من 2023، ثم النص الاخر من الرانك العالمي وبطوله العالم 24. حلو قوي، كل التوفيق يا رب، ويا رب كده يفرحونا ويشرفونا في اولمبياد باريس 2024 اللي باذن الله كلنا بقى نحضرها. ده شيء انا من دلوقتي عايزه اجهزه. شكرا ليك يا باشمهندس جدا، شكرا لحضرتك.